بالنسبة لهسه البلياردو أو الطابات مش راح أقدر أشرحها ورق، بس راح أعطي الفكرة العامة، وإن شاء الله يعني لو تحلوها بيديكم راح تيجي صح. طيب بالعادة هسه إحنا حكينا في اللينير مومنتم، الكونزرفيشن أوف لينير مومنتم، مثلا جسم له كتلة ابتدائية وسرعة ابتدائية، مثلا خبط بجسم ثاني صار له سرعة ابتدائية ثانية، كتلة ابتدائية قصدي سرعة نهائية ثانية، صار انقسم لجسمين صار M1 M2 ومن الحكي، يعني هاي الشغلات اتوقع انفهمت. فهسه هذا الحكي رح نطبقه على البلياردو. البلياردو مشان تحل اي سؤال بلياردو، اول اشي بدك تشوف شو السرعة الابتدائية، مثلا هون في نوت، فبتكون ام في نوت يعني كتلة ايه، بكون اعطيك اياها بالسؤال، او ممكن اقول لك كل الكتل متساوية فبتلغي الام، فبتحكي له في نوت مثلا ام في نوت شو بدها تساوي، مثلا ام في سي ام في اي ام في بي زي هيك، بتاخذ اكس وواي. فانت اول خطوه بتعمل لينير مومنتم، بتشوف شو الجسم الابتدائي وشو شو الاجسام النهائيه. ففي عندي في نوت ابتدائي والباقي نهائيات، فبتحكي له ام في نوت بساوي الباقي. شو بصير عندي؟ باخذ اكس كومبوننت وواي كومبوننت، هذا اشي رئيسي، اللينير مومنتم اكس كومبوننت واي كومبوننت، بنطلع احد المجاهيل مثلا، هاي معادلتين اكس واي اكس واي. هسا بلياردو لازم ناخذ مومنت اللي هو زي ما نحكي انجولار مومنتم، يعني البلياردو شامل للانجولار مومنتم واللينير مومنتم. وين بناخذ المومنت؟ مومنت زي الاستاتيك عكس عقارب الساعه ومع عقارب الساعه، بناخذ المومنت عند نقطه تطلع لي مجاهيل، يعني بعض السؤال مثلا النقطه هاي بتطلع لي المجاهيل، في اسئله ثانيه ممكن تكون النقطه هاي، في اسئله هاي، يعني حسب السؤال انت راح تعرف شو اللي تاخذ، يعني هذا الشيء مناسب مش اقدر افصل لك وين وليش وكيف. فايش صف عندي؟ باخذ المومنت، مش راح اخذ مومنت تساوي صفر، باخذ مومنت حول النقطة بقول له ام في نوت في المسافة تساوي مثلا ام في بي اكس مثلا بالمسافة، ام في بي واي بالمسافة، زائد ام في سي بالمسافة، زائد ام في اي بالمسافة، المسافة للنقطة يعني هي زي هيك، بحكي له كذا يساوي يعني اللينير مومنتم الام في نوت اللي باللينير مومنتم الابتدائية، يعني بنخلي القانون لينير مومنتم بس بنضرب مسافة، مشان هيك قانون اللينير مومنتم ام في في، اما الانجلر مومنتم ار ام في في، فانه الام اللينير مومنتم بضربه بمسافه بس، هذا الفرق. فالمومنت بنضرب اللينير مومنتم بمسافه، طلعته هسه عندي ثلاث معادلات، بضل مثلا معي مجهول رابع. المجهول الرابع بنجيبه من الكونزرفيشن اوف كاينتيك انرجي اللي هو نص ام في نوت تربيع للجسم الاول بتساوي الاجسام الباقيه. فاي سؤال بلياردو لينير مومنتم ناخذ اكس وواي، بعدين مومنت نضرب اللينير مومنتم بمسافه، مسافه كل نقطه على الكره عن المومنت اللي اخذت عنده، وشو بضل عندي؟ كونزرفيشن اوف لينير انرجي. هاي اللي حل اي سؤال بلياردو، ما فيش غير هالخطوات، يعني شو ما لعب بالسؤال هاي الخطوات. شوف عندي اسئله، اسئله عند الطابات، عندي اسئله الطابات هاف وهاف وفي واحد قبلهم، هذول الاسئله لازم يتكرروا او مش لازم تكرروا، هذول الاسئله سهلين. شو بنعمل؟ نفس الاشي ام في نوت مثلا، هاي الجسم قال لي هاي الكره ايه بسرعه ابتدائيه بعدين مشت صار لها سرعه ايه سرعه بي سرعه سي، فكيف اتعامل معه؟ ام في نوت بتساوي ام في اي زائد ام في بي زائد ام في سي، بناخذ اكس كومبوننت بنحلل كل سرعه وواي كومبوننت وبس. اذا في كونزرفيشن اوف انرجي، يعني اذا صفى معي مجهول زياده راح نستعمل كونزرفيشن اوف انرجي، هذا نفس الاشي. هذا السؤالين من اسهل الاسئله، وبصف عندي هاي الصفحة، الصفحة الصعبة كثير اجا منها سؤال الفيرست عندكم، وهذول الاسئلة الصعبين، هذا السؤال مهم كثير، حاولوا احفظوه كثير كثير مهم. وسؤال 48 هذا اجانا بالفاينل، السؤال طويل كثير حله صفحة ونص، باخذ منكم نص ساعة بالامتحان، الفاينل اخذ مني نص ساعة. السؤال مهم، في فكرة مهمة انه اعطاني الاكس كومبوننت لسي وما جابليش سيرة الواي والزد، مش تحطهم صفار، الكل حطهم صفار وصفر لهم السؤال، لا الاكس كومبوننت نحط لها نحطها سي واي وسي اكس. كيف بنحل هذا؟ ناخذ الانجولار مومنتم مصفوفات لكل جسم، وايش بناخذ بعدها؟ اللينير مومنتم، خمس معادلات بخمس مجاهيل بصفي معي. هاي الاسئله كثير صعبه تعجيزيه صراحه، يعني انت بتقدر تحلهم تقدر، هاي بس تعجيزيه. هذا سؤال بلياردو نفس الخطوات، يعني هاي اغلب افكار شابتر 14. بضل الفلويد، الفلويد قانونه قانون الفلويد، هسه الفلويد بالعاده بيطلب مني رياكشن، شو القانون؟ راح نستعمل قانون الامبلس بس بدل الام دلتا ام، فهو بيعطيني بالسؤال دلتا ام على دلتا تي اللي هو الريت، دلتا ام على دلتا تي. شو بعمل انا؟ اخر شيء لما اوجد الامبلس يعني اف في تي ام في كذا بقسم على دلتا تي وبطلع المعادله. كيف اوجد رياكشن انا؟ كيف كنا ناخذ رياكشن؟ سيجما اف واي، سيجما اف اكس، سيجما مومنت، بس هون لانه فلويد لانه دايناميك مش راح نحكي سيجما اف اكس تساوي صفر، سيجما اف واي تساوي صفر، لا، بنحكي اللينير مومنتم او الامبلس يعني ام في نوت بلس امبلس تساوي كذا، فبناخذ الام في نوت هاي والام في فاينل هاي والامبلس، بكون عندي القوه هاي والقوه هاي على الواي والقوه هاي على الواي،
فعلى الاكس شو بكون عندي قوة؟ بكون عندي سي اكس والبس والسرعات الفي نوت، بطلع سي اكس مثلا. شو بضل عندي؟ المومنت، المومنت باخذ قوة مسافة، هاي يعني الفلويد. الفلويد راح اطبق بس امبلس، هاي قانون امبلس. يكون عندي على الاكس كومبوننت ما فيش سرعة افقية، يعني تطبيق مباشر بس امبلس. بس اخر شيء بقسم على دلتا تي، لانه السؤال معطيني دلتا ام مع دلتا تي. اكس واي مومنت، اكس واي مومنت، هذول الخطوات ثابته لاي سؤال بشابتر 14. اكس واي مومنت اذا كان في بليارد او فلويد، اذا كان طابات لحالها اكس واي، وممكن كونزرفيشن اوف انرجي اذا في معي مجهز زياده حسب الاسئله يعني. بس هذا كل شابتر 14. يعطيكم العافيه.